الوغ الدكتور بودكار جاوة، طبيب في قسم المستعجلات المستشفى الجهوي الغساني فاس مكناس. اولا كنشكر فاس نيوز الحضور ديالها دائما في هذه المحافل اللي كتسمى مدينه فاس، اللي هي يعني نافذه اعلاميه للمهتمين بالشان المحلي لمدينه فاس. هنا جينا باش كعمل تطوعي نشاركوا في هذه الندوه اللي هي من اول من نوعها على المستوى الوطني، اللي كتهتم باطفال المتشردين واطفال الشوارع، يعني اللي انضمتها الجمعيه المغربيه للنهوض بالطفل والمراه في وضعيه صعبه. الحمد لله كانوا اطباء واخصائيين نفسيين وعلماء الاجتماع. بالنسبه لي انا كطبيب يعني قدمنا المقاربه الطبيه، بالنسبه للمقاربه الطبيه للادمان وكيفيه علاج يعني الاعراض الانسحابيه، وايضا الامراض اللي كانت تكون متنقله يعني عند اطفال الشوارع بحال الاعراض متنقله جنسيا والتحرشات اللي تيتعرضوا لها بحال التحرشات الجنسيه ولا لي فيول ولي زاغريسيون، وكذلك المساهمه ديال التشرد في انتقال الامراض اللي مازال كنعانيو منها في المغرب بحال مرض السل. وكذلك يعني عرفنا بانواع المخدرات اللي كتستعمل والاسباب اللي كتخلي يعني هاد النسبه ديال التشرد هاد النسبه ديال التشرد تزيد في هاد المدينه هادي، وكتلي هي كتطلع في النسبه ديال الاجرام رغم يعني المجهودات الكبيره اللي كتبذلها اجهزه الامن والاطباء ورجال الوقايه المدنيه في التقليل من هذا. لكن المقاربه يعني الامنيه بوحدها والطبيه ما كافياش، خصنا مقاربه قانونيه واجتماعيه ومقاربه اقتصاديه اللي تحل هذا المشكل. يعني خص الدوله تشهر الاهتمام ديالها لهاد الاطفال اللي هما حتى هما يعني كاينين وموجودين معنا، وخصنا يعني نتاخذوا خطوات. وغادي نخرجوا ان شاء الله بتوصيات غادي نراسلوا بها الجهات المختصه، نتمنى اننا نكونوا ساهمنا بواحد الجزء بسيط في التعريف بهذا المشكل هذا. وشكرا لكم، كنشكركم على هذه الاستضافه.